إذن مشاهدينا، للحديث أكثر حول جلسة مجلس الأمن وإحاطة بلاسخارت حول العراق، ينضم معنا البروفيسور في القانون الدولي السيد جابريال صومة. أهلا بك سيد جابريال في النشرة الرئيسة. بداية، يعني العديد من أعضاء مجلس الأمن أدانوا الضربات الأمريكية على العراق وسوريا واعتبروها بأنها تصب الزيت على النار. هل برأيك أن هذه المواقف تحرج الإدارة الأمريكية؟ أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. لا أعتقد ذلك. الصين هي مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية يؤلفون تحالف يعادي الولايات المتحدة، ونجد ذلك في أماكن عديدة في الشرق الأوسط، نجد ذلك أيضا في مجلس الأمن الدولي. إيران هي سبب المشاكل في كافة أنحاء الشرق الأوسط، وعلينا أن ندرك ذلك جيدا. إيران لا تحارب بجيشها، ولكن تستعمل ما نسميه بالبروكسيز، يعني وكلائها في المنطقة، هم الذين يحاربون بدلا من إيران، في لبنان حزب الله، في غزة حماس، الحوثيين في اليمن، وكذلك فصائل المقاومة ونسميهم هنا ميليشيا، هم الذين يمثلون إيران في داخل العراق. طيب، يعني سيد جابريال، أعضاء مجلس الأمن دعوا الأطراف كافة إلى عدم زيادة التصعيد في المنطقة، هل هذه الدعوة قد تؤثر بطريقة أو بأخرى على خطط الولايات المتحدة لشن مزيد من الضربات ردا على مقتل 3 من جنودها وإصابة العشرات؟ صحيح، قتل 3 من أفراد الجيش الأمريكي وجرح حوالي 34 شخص، ولكن العدد أكبر من ذلك. علينا أن ندرك بأن هذه الفصائل ضربت القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وسوريا أكثر من 165 ضربة، أدت إلى مقتل جندي أمريكي وإلى جرح حوالي 100 جندي أمريكي. إذن هذه الفصائل تقوم بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، وما تقوم به الولايات المتحدة هي ردة فعل انتقاما من هذه الضربات، وهو نوع من الدفاع عن النفس. نعم، لكن سيد جابريال، ردة الفعل هذه أوقعت مدنيين. طبعا عندما يكون هناك ردة فعل سوف يكون خسائر. الولايات المتحدة تحرص كثيرا على عدم المس بالمدنيين، ولكن إذا كان يوجد مدنيون في المناطق التي تقصف، عندئذ المشكلة عند الذين موجودين في تلك الأماكن، لأن هذه الأماكن تديرها منظمات أو تنظيمات تابعة لإيران. طيب سيد جابريال، كيف نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية توجه ضربات عسكرية للعراق وفي ذات الوقت تقوم بإجراء حوار دبلوماسي لانسحاب القوات الأمريكية؟ العراق هي التي تطلب انسحاب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، ليس فقط من العراق وسوريا، ولكن من بقية دول الشرق الأوسط. لدينا حوالي 13,000 جندي في الكويت، في قطر لدينا حوالي 10,000 جنود، وفي البحرين 9,000 جنود، بالإضافة إلى 2,500 في العراق و900 في سوريا. إيران تريد إخراج هذه القوات من الشرق الأوسط، تفعل ذلك بواسطة وكلائها في المنطقة، مثلا الفصائل المقاومة في العراق وفي سوريا، الحوثيين في اليمن. لماذا يضرب الحوثيين كل يوم تقريبا السفن الأمريكية؟ يريدون إخراج القوات الأمريكية من المنطقة في سوريا وفي العراق. إيران أو هذه الفصائل التي تعمل لمصلحة إيران تضرب القوات الأمريكية لكي تنسحب هذه القوات من الشرق الأوسط. طيب سيد جابريال، وفق المعطيات الحالية ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هل تعتقد أنه سيكون هناك انسحاب للقوات الأمريكية من العراق أو حتى إجراء تغيير طفيف على عدد القوات الموجودة في البلاد؟ ألا تعتقد أن ذلك سيعطي انتصارا طفيفا على إيران
أو يحسب لإيران يعني. سيدتي، القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وفي سوريا السبب الرئيسي لتواجد هذه القوات هو لضرب داعش الدولة الإسلامية. داعش ما زالت تشكل تهديدا خطيرا لأمن العراق ولسوريا. هناك حوالي 54 ألف من عوائل داعش موجودين في السجون، في سجن الهول، مخيم الهول في سوريا، في شمال وشرق سوريا. هناك حوالي 12 ألف داعشي موجودين في السجون في تلك المنطقة. إذا ما انسحبت الولايات المتحدة هذه السجون سوف تفتح، لأن أمريكا، القوات الأمريكية هي التي تحافظ على أمن هذه السجون. إذا هؤلاء الجماعات تركوا تلك السجون ماذا سوف يحصل في العراق؟ نصف هؤلاء هم عراقيين، والحكومة العراقية لا تريد استردادهم، ولكن إذا فتحت أبواب هذه المخيمات هؤلاء سوف يذهبون إلى العراق وسوف يعملون كما فعلت داعش في السابق. طيب سيد جابريال، لكن وفق المعطيات الحالية أن تم يعني إنهاء تنظيم داعش، وأن القوات العراقية حتى لو أن هناك أوكار لتنظيم داعش يستطيع مجابهة التنظيم، لكن الحكومة العراقية طلبت من أمريكا سحب القوات من العراق. أوكي. إذا ما المبرر يعني من تواجده على الأراضي العراقية؟ أوكي. تجري مفاوضات الآن لمعرفة ما إذا كان بإمكان الجيش العراقي أن يقوم بالدفاع عن العراق. هذه المفاوضات يعني في الوقت الذي أتحدث به معك تجري مفاوضات بين الحكومة الأمريكية والعراقية حول هذا الموضوع. المسؤولين العسكريين في العراق هم الذين سوف يقررون فيما إذا كان يوجد لزوم للقوات الأمريكية في العراق أم لا. أنا لا أقرر ذلك، الجيش العراقي هو الذي سوف يقرر، والحكومة العراقية بالنتيجة هي التي سوف تقرر. نعم سيد جابريال، دعنا نتحدث الآن عن إحاطة جنان بلاسخارت في المجلس، وتحدثت بالعديد من التصريحات، حذرت من أن التوترات في المنطقة تهدد استقرار العراق الذي تحقق بشق الأنفس، وكذلك دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحذرت من أن العراق دائما يقع على شفير النزاع. كيف يمكن قراءة أو إحاطة بلاسخارت اليوم؟ ما الذي يمكن أن يترتب عليها، خاصة أنها تحدثت أيضا عن المجاميع المسلحة ووصفت قدرتها بأنها تتعدى على حدود الدولة وتهدد استقرارها؟ بالفعل الوصف، سمعت الوصف، خطاب السيدة بلاسخارت في مجلس الأمن تصف الوضع تماما كما هو عليه. هذه التنظيمات في داخل العراق التي تتمول وتتدرب وتتسلح من إيران تشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي العراقي. يعني بغض النظر عن وجود القوات الأمريكية أو عدم وجودها، هذه التنظيمات التي هي أصبحت قسم منها جزء من الجيش العراقي تهدد أمن العراق. لا لزوم لوجود هذه التنظيمات طالما أنه يوجد جيش عراقي مسلح لديه كافة أنواع الأسلحة. نعم. بإمكانه أن يدافع عن أمن العراق بدون وجود هذه التنظيمات. نعم البروفيسور في القانون الدولي السيد جابريال سوما، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.